نجيب للجانب السياسي في الموضوع تقريبا، فماش موضوع تقريبا، خلينا أولا نكمل بموضوع تحجير أو تجميد بعض الأرصدة، أرصدة بعض رجال الأعمال. كيفاش تقرأ الملف هذا من زاوية خلينا نقول اقتصادية، يعني تأثيره الاقتصادي على الاستثمارات ونحن نعيش أزمة اقتصادية؟ هو ثم تأثيره أساسا على ما كنت أتحدث عنه في علاقة بفكرة العدالة. فكرة العدالة تفترض مبدأ بسيطا اللي هو شخصية الجريمة والعقوبة. يعني أنت يا سي عامر عندما ترتكب فعلا تحاسب عليه أنت، ليس أنت وزوجتك وأبنائك ووالدتك ووالدك وأخواتك وكل من في علاقة معك وكل من شرب معك قهوة. ما حصل في ملف تجميد الأرصدة هو إحالة مجموعة من الأشخاص وتجميد أرصدة كل من حولهم. يعني المسألة معاش ثم احترام لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة، وهو مبدأ كما قلت مثل مبدأ اتصال القضاء، هو مبدأ من مبادئ العامة للقانون الكونية المتفق عليها. وكذلك هذا التجميد كان استباقيا، يعني مش وصلنا إلى ربط الصلة بين الرصيد المجمد وبين فعل يمثل فسادا أو تبييض أموال، لا، احنا جمدناهم كل استباقيا بحيث جمدنا عدد خرافي أكثر من 100 ترصيد لأشخاص، رجال أعمال، شخصيات مهمة، شركات يعيش منها التونسيون ويعيش منها آخرون. هذه لو كان الانقلاب يقصد أن يدمر الاقتصاد لم يكن ليجد طريقا أفضل، لأنه بغض النظر عن الخسائر الواضحة اللي هي صايرة بالتجميد هذايا، سواء للناس اللي يوقع تجميد أرصدتهم أو للاقتصاد الوطني أو للناس اللي يخدموا في الشركات هذيك، من هو المستثمر المجنون الذي سيأتي لدولة تجمد الأرصدة بهذه الكثافة بهذه القرارات الفوضوية والضبابية وبالكبشة المجهولة بالعدد هذايا؟ يعني من يريد أن يضع ماله على كف عفريت لهذه الدرجة؟ كمية رهيبة من الأرصدة، استهداف خرافي للأشخاص ودون أي أساس قانوني فعلي. معناتها مش عندنا جريمه واضحه انبنى عليها تجميد الرصيد الفلاني، لا، هاني انا تجمد لك ارصدتك الكل، انت وعائلتك الكل وناسك الكل والناس اللي حولك الكل، وبعد تنفرق الجريمه شنو؟ سابقه قانونيه خطيره وسيكون لها تاثير خطير جدا على الاقتصاد.